مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أقدم لكم أفضل برنامج لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات المباشرة مجانا بدون إعلانات وبدون ما تدفع أي شيء للبرنامج. تابع الشرح للنهاية ولا تنسى تحط لايك للفيديو. حبيبي البرنامج هو اسمه ماي تي في، راح تلقى الرابط مالته بالدسكريبشن أسفل الفيديو، وأيضا تقدر تبحث عنه بسوق بلاي، تكتب ماي تي في وراح تظهر لك هاي الواجهة، وراح تثبت التطبيق، راح تجي هنا فتح حتى نفتح التطبيق ونشوف شنو مميزات هذا التطبيق، وليش ما يعرض لنا الإعلانات، وليش البرنامج هذا مجاني كليا. راح تجي هنا تدوس انيبل، وبعدها راح تجي هنا تنطي السماح وتنطي الترخيص لهذا البرنامج، من خلال هنا تضغط على الترخيص، وبعدها تجي هنا الموقع الجغرافي راح تدوس هنا السماح عند استخدام التطبيق فقط، وبعدها تدوس رجوع، وبعدها الهاتف ايضا نفس الحالة تنطي السماح، وراح تخرج منه، راح تروح تفتح التطبيق بشكل طبيعي. راح يطلب من عندك العمر، انت تجي تحدد العمر اللي انت تريده، اذا كان للطفل او كان لك، فانا هسه 24 سنة وراح اختار الولد هنا، وبعدها ادوس داون. طبعا سهولة التطبيق فتشي خرافية، والبرنامج هذا مجاني كليا مثل ما قلت لكم. تقدر هنا تسجل بحسابك الفيسبوك، وتقدر هنا تتخطى هاي الميزة، يعني ما يحتاج حتى تسجل بإيميل او بفيسبوك. راح ندوس هنا سكيب وحتى نطب للبرنامج ونشوف المميزات مال هذا البرنامج وشنو يقدم لنا العروض المجانية. طبعا هو البرنامج هذا مجاني كليا. راح تظهر لك الواجهة هيك، راح ينطيك هنا العلامات والإشارات حتى تعرف شلون تستخدم التطبيق. مثل ما تشوفون هاي القنوات، هاي قنوات بين سبورت كلها مجانية، هاي قنوات الليغا العربية، السكايبي، القنوات الأخرى، الأفلام، المسلسلات. راح نجي هنا الأفلام، عفوا القنوات مالت المباريات اللي هي بين سبورت. مثل ما تشوفون حبايب هسه قدامكم راح يشتغل عندي التطبيق، طبعا كلش سريع لا يقطع ولا أي شيء. خلنا نتخطى هاي هذا القناة وروح القناة ثانية. مثل ما تشوفون حبايب المباريات مباشرة وبدون ما تدفع أي شيء، وماكو أي إعلانات وبدون أي تقطيع. طبعا بداية استخدام التطبيق أيضا يرجع مباشرة لحارس العليسي، هاي قدامكم هاي المباريات مالت ليفربول اللي مباشره هسه حاليا وانا جاي اتابعها من خلال التلفزيون. ايضا راح نخرج من هنا حتى نروح للافلام. مثل ما تشوفون راح تجي تضغط هنا، وبعدها تروح هنا تحدد اللي انت تريده، تريد تحدد على سيرفر مالت الافلام. راح نجي هنا على الموفيز، ندوس هنا، وبعدها ندوس هنا ابلي. مثل ما تشوفون هاي المسلسلات والافلام العالميه اللي ما تتوفر حتى على نتفليكس. مثل ما تشوفون هاي المسلسلات، هذا المسلسل هنا عفوا الفيلم، نضغط عليه هنا مثل ما تشوفون لا اعلانات ولا اي شيء، وتقدر تشاهد المسلسل هذا بدون اي تقطيع. راح نخرج من هنا ونروح على مسلسل اخر او على فيلم اخر حتى نكون واضح وياكم، ونكون والفيديو مالتنا يكون بمصداقية. مثل ما تشوفون هاي الافلام كلها مجانية بدون ما تدفع اي شيء لا للتطبيق ولا تشاهد اي اعلان. راح تقدر تشاهد ايضا افلام او مباريات او مسلسلات او افلام هندية. اذا تجي هنا مكتوبة هنا بوليوود موفيز، يعني الافلام الهندية، هنا عربيك موفيز الافلام العربية، ايضا تقدر تختار تشاهد الافلام العربية. مثل ما تشوفون هنا العراف، مسلسل تامر حسني، كل المسلسلات اللي انت تريدها اللي متوفرة. طبعا هي هاي المسلسلات اغلبها لازم تدفع حتى تشاهد هاي المسلسلات، ولكن بهذا التطبيق تقدر تشاهد هاي المسلسلات بدون اي اعلانات وبدون ما تدفع اي شيء لاي برنامج. هذا هو المسلسل مالت تامر حسني، تقدر تنزل منه أنا وتشاهد باقي الحلقات من خلال هذا التطبيق. طبعا هو هذا كان شرحنا، وأتمنى تكونوا استفادتم من الشرح، ولا تنسون تحطون لايك واشتراك بالقناة. أخوكم جهاد بلواري.